والتوبة لا بد فيها من صدق، بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن الذنب. أما الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منطو على فعل المعصية أو على ترك الواجب، أو يتوب إلى الله بلسانه وجوارحه مصرة على فعل المعصية، فإن توبته لا تنفعه، بل إنها أشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل. كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مصر عليها، أو تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟ الإنسان لو عامل بشرا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي ويستهزئ بي، كيف يتنصل من أمر عندي وهو متلبس به؟ ما هذا إلا هزء ولعب، فكيف برب العالمين؟